أو تضغط عليهما إنسانيا لرفع العقوبة، تجعل الولايات المتحدة وأوروبا أو تضغط عليهما إنسانيا لرفع العقوبات عن سوريا. فإن الخطة الإنسانية للأمم المتحدة لهذا العام فيما يخص سوريا قد تم تمويله فقط ب 8%، وهناك نداءات من قبل الولايات المتحدة للمساعدة، ولكن في بعض الأماكن السورية الداعمة قامت الدول لدعم الانفصال بدعم وتمويل مشاريع الأمم المتحدة بشكل 100%. إن ممثلي الحكومة السورية لا يدعون إلى الفعاليات الدولية والتي قائمة هذه الفعاليات القائمة على الحفاظ على المخيمات لاجئين في سوريا وخارجها. بالنسبة لنا كدول ضامنة لسوريا فلا بد من العمل على إعادة كل اللاجئين والنازحين إلى منازلهم، وهذا يعتبر مبدأ أساسي لنا. كل مبدأ من هذه المبادئ يفتح أمامنا مجالات عدة للعمل، وسوف يتم اليوم تسجيلها في خارطة الطريق، وذلك إيجاد كل الإجراءات والمعايير لوضع الخطط الزمنية لتنفيذ هذه المبادئ، وأن خارطة الطريق يجب أن تعكس مواقف كل الأطراف وخاصة سوريا وتركيا، بما في ذلك إعادة سيطرة سوريا على كافة الأراضي السورية، وكذلك ضمان الأمن بموافقة من تركيا لإجراء أو تحديد 950 كيلومتر من الحدود الآمنة. إضافة إلى ذلك لابد كذلك من توقف عن الإجراءات التي يمكن أن تضر بأمن دول أخرى. في العام الماضي قامت سوريا وتركيا بمثل هذه الإجراءات، ونتمنى أنه سوف يتم إيقافها. كذلك سنناقش عملية إعادة فتح طرق المواصلات واللوجستية وإجراء أو إقامة التعاون الاقتصادي دون أي حواجز ومعوقات. أود أن أتمنى للجانب التركي انتخابات ناجحة، وأستغل الفرصة هنا بأن أؤكد بأن هذه الانتخابات ستكون منفتحة وشفافة وتعبر عن إرادة الشعب التركي، ونحن نرى الدور الكبير والشعبية الواسعة التي تمتعت فيها تركيا خلال السنوات الأخيرة القادمة. واليوم نرى أنه في هذا العام سوف تتحسن، أو في هذه الفترة سنحسن العلاقات المشتركة بين تركيا وسوريا، والتي كانت العلاقات الدبلوماسية فيها قد وصلت إلى 100 عام، وبالعودة إلى تلك التاريخ الذي حصلت فيه تركيا على حريتها. وأشكر هنا جميع المشاركين من ممثلين